يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفقرة إخبارية رياضية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. طبعا كالعادة أكيد هيكون معانا أخبار كتير، أكيد أخبار تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكل ما يخص النادي بشكل عام، وأيضا أخبار محلية وأخرى عالمية، وبالتحديد بطولة كأس العالم واللي تعتبر بطولة مثيرة جدا ومن أحسن البطولات من الناحية الفنية بالتحديد. بنشوف مباريات كبيرة جدا، آخرهم طبعا مباراة النهاردة سواء مباراة فرنسا والأرجنتين والمباراة اللي شغالة في الوقت الحالي ما بين أوروغواي والبرتغال. لكن خلينا كالعادة نبتدي بأخبار النادي الأهلي. يمكن الخبر الأول معانا وهو يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللي هيسافر إن شاء الله خلاص بعد غد لسلوفينيا، طبعا من سلوفينيا لكرواتيا عشان يبتدي معسكره الخارجي والمرحلة الأخيرة من فترة إعداد النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد، واللي هو أكيد موسم غاية في الأهمية، خصوصا أنه فيه الكثير من التحديات المهمة جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وبالتحديد اللي هيبتدي به النادي الأهلي هي بطولة دوري أبطال أفريقيا والعودة لهذه البطولة من الجولة الثالثة في دوري المجموعات، ومباراة فريق تاونشيب يوم 17 إن شاء الله في استاد برج العرب بالإسكندرية، واكيد طبعا هتكون مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان من خلالها يتدارك الاخطاء او عدم التوفيق بالتحديد اللي حالف الفريق مع بدايه هذه البطوله، وبالتحديد بدايه دوري المجموعات. تعادلنا المباراه الاولى وخسرنا المباراه الثانيه، فبالتالي مهم جدا جدا للنادي الاهلي ان هو يقدر يفوز في المباراتين، سواء مباراه تاونشيب الاولانيه يوم 17 ومباراه تاونشيب الثانيه في بوتسوانا يوم 27، هيكونوا حاسمين جدا جدا في مشوار النادي الاهلي الافريقي، واللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي يعني بيأمل بشكل كبير ان الفريق يستعيد هذه البطوله الهامه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وهو المطلب رقم واحد دايما عند جمهور النادي الاهلي. بالتالي الفريق هيسافر ان شاء الله خلاص بعد بكره، السفر هيكون في تمام الساعه 6 مساء من خلال طياره خاصه، وخصوصا ان مفيش خطوط مباشره من هنا لسلوفينيا. الفريق هيوصل ان شاء الله بعد 4 ساعات بالتحديد لسلوفينيا، من سلوفينيا هياخد اتوبيس يوديه على كرواتيا وهو مكان المعسكر. المكان بالضبط هيكون على الحدود ما بين كرواتيا وسلوفينيا، يعني يعتبر داخل دوله كرواتيا، والاهلي اكيد هيكون عنده خلال المعسكر ده اللي هيستمر على مدار 8 ايام، يعني من يوم 2/7 لغايه يوم 10/7 ده فترة المعسكر الخاص بالنادي الأهلي المعسكر الخارجي. هيكون في مباراتين، مباراة يوم 5 ومباراة أخرى يوم 9، واللي هينهي بها النادي الأهلي استعداده للموسم الجديد. بالمناسبة هيكون في فريق من الفرقتين الأهلي هيلاعبهم، هيكون فريق قوي جدا وهيشارك في دوري أبطال أوروبا، بيتم التنسيق في الفترة دي، بس بنسبة كبيرة إن شاء الله النادي الأهلي هيستعد من خلال المباراتين دول طبعا بشكل كبير وقوي للمرحلة المهمة المقبل. فبالتالي خلاص زي ما احنا اتكلمنا هيكون النادي الاهلي متواجد ان شاء الله بدايه من بعد غد كبدايه للمعسكر الخارجي والمرحله الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي في فتره اعداده للموسم الجديد. كل اللاعبين هيسافروا فيما عدا اللاعبين الدوليين اللي هيلحقوا بالبعثه ان شاء الله على يوم 5 من الشهر القادم، وهيلحقوا اربع ايام تقريبا او 5 ايام من نهاية المعسكر عشان ينضموا للاستعدادات النهائية للموسم الجديد. وأكيد اللاعبين الدوليين مهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي، سواء 6 لاعبين اللي كانوا متواجدين مع المنتخب الأول في بطولة كأس العالم، أو حتى علي معلول كمان اللي كان متواجد أكيد مع فريق او مع المنتخب التونسي في كاس العالم. وبالمناسبه طبعا ان شاء الله قناه النادي الاهلي هتنقل لكم كل كواليس المعسكر ان شاء الله في كرواتيا. اكيد ده كان، لكن في ايضا اخبار اخرى وخبر ايضا مهم ان شاء الله. غدا هيكون في مؤتمر صحفي الخاص بالجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي بقياده مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، ومنضم حديثا ل او على طبعا راس الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي، واكيد مدرب مميز وهيكون اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، خصوصا ان هو عنده سي في محترم جدا بالتحديد في القاره الافريقيه، وده اللي ركز عليه طبعا النادي الاهلي بجانب
كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي، واللي أيضا عنده خبرات كبيرة جدا جدا داخل مصر والقارة الأفريقية، خصوصا أنه حقق أيضا بطولات قارية مع النادي الأهلي. المؤتمر الصحفي بكرة إن شاء الله هيكون في 8 الساعة الواحدة ظهرا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وإن شاء الله النادي الأهلي هتنقل المؤتمر بشكل مباشر، وهيكون أول تعارف ما بين الجهاز الفني الجديد مع وسائل الإعلام. الجهاز الفني طبعا هيتكلم على الاستراتيجية الخاصة بالفريق خلال المرحلة القادمة، وبالتحديد كل ما يخص الفريق واستعداداته والشكل اللي هيكون عليه الفريق خلال الفترة الجاية، وايضا الاستراتيجيه اللي تخص التعامل مع الجانب الاعلامي، وده اكيد بيبقى مهم. ويمكن زي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي بيبقى مكان مهم جدا بالنسبه للاعلام، لازم كل الناس بتتابع اخباره، جمهور النادي الاهلي اكيد وكل المتابعين ومحبي كره القدم في مصر بشكل عام. فبالتالي ان شاء الله هيكون مؤتمر صحفي مهم جدا بكره بالنسبه للجهاز الفني الجديد. خليني اعيد عليكم الجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي، طبعا مستر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي، كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم باعمال مدير الكره، كابتن سامي قمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، مستر مايكل ليندمان مدرب احمال، وده كان طبعا متواجد في فتره من الفترات مع النادي الاهلي وكان ليه دور كبير جدا ومميز جدا، وايضا هيكون معاه المساعد حسين عبد الدايم كمدرب للاحمال ايضا، ووسام صفوت محلل الاداء والفيديو، والكابتن سمير عدلي مدير اداري، والدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وايضا احمد حسن كمترجم لمستر باتريس كارتيرون. ده خبر مهم جدا وخبر خاص بالمؤتمر الصحفي. بمناسبه المؤتمر الصحفي، يمكن الكثير بيتساءل عن الصفقات الجديده اللي ممكن النادي الاهلي يبرمها. يمكن احنا اكدنا قبل كده ان مش هيكون في صفقات عديده للنادي الاهلي الموسم ده، باقصى تقدير هيكونوا صفقتين. النادي الاهلي جاري في هذه الفتره المفاوضات مع اثنين من لعيبه، والاثنين اجانب، ما فيش حد من الدوري المصري خالص، الاثنين اجانب. في واحد خلاص بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي يعلن غدا خلال المؤتمر الصحفي عن صفقه جديده تنضم لصفوف النادي الاهلي، لاعب افريقي ممكن بنسبه كبيره جدا، بنسبه 90% او يفوق ال 90% كمان، النادي الاهلي هيعلن عن صفقه جديده تنضم لصفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، لاعب افريقي مميز جدا، وباختيار مستر باتريس كارتيرون، وهو اللي صمم على التعاقد مع هذا اللاعب، وشايف ان هو هيكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فزي ما قلت لكم هعيد عليكم تاني، بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي خلال مؤتمر صحفي غدا او بعد غد على اقصى تقدير ان هو يعلن التعاقد مع احد اللاعبين اللي هينضموا صفوف النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، لو الامور مشيت زي لغايه اللحظه دي، الامور ماشيه كويس جدا في المفاوضات مع اللاعب، والامور خلاص على وشك الحسم النهائي وعلى وشك توقيع العقود. فبالتالي في حالة إتمام الصفقة بشكل نهائي، طبعا زي ما احنا معتادين من النادي الأهلي ما بيعلنش عن أي حاجة رسمية، أو احنا كمان ما بنعلنش عن أي حاجة رسمية تخص الفريق الأول غير لما تكون انتهت بشكل تام. فإن خلاص النادي الأهلي في بيضع الرتوش الأخيرة الخاصة بالتعاقد الجديد مع أحد اللاعبين اللي هينضموا، هيكونوا مميزين وهيكونوا أكيد إضافة قوية جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. أكيد نتمنى كل التوفيق في إبرام هذا التعاقد وهذه الصفقة عشان تكون إضافة للنادي الأهلي. فزي ما قلت لكم إن شاء الله بكرة أو بعده بالكثير النادي الأهلي هيعلن عن هذه الصفقة، وأنا مش مستبعد إن الإعلان ممكن يكون خلال المؤتمر الصحفي الخاص للجهاز الفني غدا إن شاء الله بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. بشكل عام الأهلي مع لاعب أو اثنين جدد زي ما قلنا أو ما تعاقدش، النادي الأهلي مليء بالعديد والعديد من اللاعبين المميزين جدا. زي ما احنا عارفين دايما النادي الأهلي بيضم أحسن قائمة في مصر كالعادة، وده اللي بيبقى واضح من خلال المباريات الرسمية في مختلف البطولات، ودايما النادي الأهلي بينافس على كل البطولات. بالمناسبة أيضا خلينا أقول لكم أن مستر باتريس كارتيرون معجب جدا جدا بالقائمة الموجودة في الفترة الحالية في النادي الأهلي، وشايف أن دي العناصر اللي هيقدر يستخدمها أن هو من خلالها يحقق كل أهدافه وطموحاته مع النادي الأهلي، لدرجة أن هو يعني حتى لما بيفكر أن هو يطلع حد عرب يعني الأمور بالنسبة له مفتوحة بشكل كبير جدا، بيبقى محتار بسبب جودة اللاعبين وبسبب القيمة بالنسبة للاعبين والأداء الجيد بالنسبة لهم اللي واضح خلال التدريبات وخلال المباريات الودية اللي لعبها النادي الأهلي حتى الآن. فبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي قادر بإذن الله على مواصلة مشواره نحو حصد المزيد والمزيد من البطولات كالعادة زي ما احنا تعودنا من النادي الأهلي. ده أكيد كان شيء مهم جدا، لكن خلينا أيضا نتكلم عن القائمة. قصة القائمة و
النادي الاهلي زي ما احنا عارفين النهارده خلاص اعلن ان هو اي قيد 19 لاعبا في القائمه الاولى للفريق الاول بالنسبه للنادي الاهلي. 19 لاعب ضموا كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وباسم علي وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول ومحمد نجيب وعمرو السوليه وهشام محمد واسلام محارب وايضا جونيور اجايه ووليد ازارو ومروان محسن ومؤمن زكريا احمد الشيخ ميدو جابر احمد حمودي وايضا محمد شريف اللي بالمناسبه في قناعه تامه جدا من مستر باتريس كارتيرون بهذا اللاعب وهيكون ان شاء الله احدى مفاجات النادي الاهلي الموسم القادم محمد شريف بالتحديد. قصه القائمه بقى خليني اقول لكم احنا طبعا النادي الاهلي ايد 19 لاعب في البدايه اللي هم القائمه الاولى 19 لاعب دول اللي هم عندهم عقود ممتده مع الفريق مش مجددين عقودهم. اللي مجددين عقودهم احنا عندنا خمس لاعبين جددوا عقودهم مع نهايه الموسم هم شريف اكرامي حسام عاشور وليد سليمان احمد فتحي وصبر الرحيل. اللي بيجدد عقده بيبقى كانه لاعب لسه منضم جديد للنادي الاهلي فبالتالي طبعا اللاعبين الجدد بيتم قيدهم في القائمه الثانيه واللي بتكون في فتره لاحقه من فتره التعاقدات وفتره القيد المفتوحه بالنسبه للانديه. فبالتالي هيتم الفتره الجايه ان شاء الله اضافه هؤلاء اللاعبين عشان يبقوا 24 لاعب. احنا ايدنا 19 لاعب خلاص اللي هم عقودهم ساريه هنأيد اللاعبين اللي جددوا عقودهم ان شاء الله او النادي الاهلي هيأيد اللاعبين اللي هيتم او اللي جدد خلاص عقودهم ان شاء الله اللي احنا قلنا اساميهم بالاضافه طبعا للتعاقد الوحيد حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي مع اللاعب احمد علاء مدافع الداخليه وايضا بالمناسبه لاعب مميز جدا بيأدي فتره الاعداد بشكل جيد جدا وده اللي هيتم ان شاء الله خلال الفتره القادمه. وفي لاعبين ايضا هيتم قيدهم تحت السن وهم صلاح محسن خصوصا لو هم لسه صغيرين يعني من 19 20 سنه صلاح محسن بكماني مالامبي وايضا احمد حمدي وناصر ماهر وكريم ندفيد واحمد توفيق واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ومحمد فخري ويوسف الجبالي. يعني الواحد وهو بيشوف الاسماء بتاعه اللاعبين تحت السن اللاعبين تقال برضو جدا يعني النادي الاهلي بيضم القائمه بتاعته بتضم العديد والعديد من اللاعبين المميزين جدا سواء تحت السن او اللاعبين القدامى طبعا المتواجدين واليوم مسيره كبيره جدا مع النادي الاهلي او حتى اللاعبين الجدد اللي ان شاء الله ممكن يتم التعاقد معاهم واللي احنا قلنا هيكونوا عدد قليل جدا نظرا لامتلاء القائمه باللاعبين المميزين بالنسبه للنادي الاهلي. ما تمش قيد خليني اقول لكم ان هيكون في قائمه الانتظار يعني ثلاث لاعبين في قائمه الانتظار وهم رامي ربيعه وعمرو جمال وعبد الله السعيد. خليني احكي لكم القصه دي بالنسبه لقائمه الانتظار ناخد عمرو جمال لسه فتره الاعاره الخاصه بيه في فنلندا ما خلصتش هتخلص خلال 10 ايام من دلوقتي بالتحديد يعني عمرو جمال خلاص على وشك الانتهاء من فتره اعارته في فنلندا بعديها هيرجع النادي الاهلي وهيتم تحديد مصير اللاعب هل سيبقى ويستكمل مشواره مع النادي الاهلي او هيكون في اعاره اخرى او هل هيتم بيع عمرو جمال. النادي الاهلي كالعاده بيتمسك دايما بكل نجومه حسب الاحتياج بالنسبه له خلال الفتره المقبله وايضا على حسب العروض اللي بتوصل لبعض اللاعبين. ده بالنسبه لعمرو جمال. بالنسبه لرامي ربيعه زي ما احنا عارفين يمكن عنده اصابه طويله شويه كان عنده قطع في العضله الضمه ودي طبعا بتستغرق وقت كبير جدا بالنسبه لاي لاعب قطع في العضله الضمه دي بتبقى صعبه شويه وايضا كان عنده بعض الالتهابات والالام في الحوض وده اللي يمكن عطل رامي ربيعه. لو تفتكروا اخر مباراه لعبها رامي ربيعه كانت امام نادي الزمالك في الدور الاول من الموسم المنقضي واللي فاز فيها النادي الاهلي نتيجه 3-0 وتصاب في هذه المباراه ودي الاصابه اللي بعدت رامي ربيعه عن المشاركه مع منتخب في كاس العالم ولسه الاصابه مستمره شويه. فبالتالي الكابتن محمد يوسف قعد مع رامي وقال له ان احنا مش هنحطك في القائمه الاولى بالنسبه للفريق علشان طبعا ما نحطش حد في مكان لسه هو مش جاهز بالنسبه للاعبين بالنسبه للمشاركه مع النادي الاهلي في المباريات الرسميه فممكن الاستفاده بلاعب اخر حتى شفاء رامي ربيعه بشكل تام. وكابتن محمد يوسف طبعا اكد لرامي ربيعه تمسك الجهاز الفني باللاعب خصوصا زي ما احنا عارفين رامي ربيعه من اللاعبين المميزين جدا واحد الركائز الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي لكن هنشوف موضوع الاصابه الخاصه به هل هيتم ان شاء الله الشفاء بالنسبه له في وقت قريب
ولا هياخد وقت اكتر. لو خد وقت اكتر هيتم قيده في يناير بدلا من لاعب اخر على حسب الامور الفنيه بالنسبه للفريق. ده فيما يخص رامي ربيعه. ايضا من احد اللاعبين المتواجدين على قائمه الانتظار وهو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد خلاص يمكن خلاص النادي الاهلي استغنى عنه وباعه لفريق اهلي جده في السعوديه بمقابل مادي جيد جدا 2,200,000 دولار، يعني حوالي 40 مليون جنيه. لكن حتى الان البطاقه الدوليه الخاصه بعبد الله السعيد ما ارسلتش خالص لاهل جده، فبالتالي النادي الاهلي يعني بيحتفظ بحقه في عبد الله السعيد، ودي ناحيه اداريه خاصه او بحته يعني بالتحديد. واول ما تتبعت البطاقه الدوليه خلاص عبد الله السعيد مش هيكون لاعب في النادي الاهلي، هو خلاص حاليا يعتبر لاعب في فريق اهلي جده. خليني اقول لكم بس سريعا بما اننا طبعا بنتابع اخبار المباريات، مباراه دلوقتي اوروجواي والبرتغال، احنا عارفين المباراه في دور 16 من بطوله كاس العالم. الهدف الاول احرزه كافاني مع بدايه المباراه، كان هدف رائع جدا وتحرك رائع جدا من كافاني، واسيست جيد جدا كمان من سواريز كان جيد جدا، فبالتالي كافاني احرز الهدف الاول. وهدف التعادل كان في الدقيقه 55 يعني منذ قليل بالنسبه لمنتخب البرتغال. مين اللي جاب الجون يا جماعه؟ بيبي هو اللي جاب الهدف. بيبي طبعا لاعب فريق ريال مدريد السابق ولاعب فريق بيشكتاش التركي الحالي، فبالتالي هم اكيد لاعبين مميزين جدا. فريق البرتغال بيضم العديد من اللاعبين المميزين وابرزهم طبعا كريستيانو رونالدو اللي بيقود المنتخب البرتغالي بشكل جيد جدا. هم دلوقتي خلاص في الدقيقه 59 من عمر المباراه. المباراه دي ممكن تمتد على فكره لاوقات اضافيه، خصوصا الفرقتين فرقتين جيدين بشكل كبير جدا. يعني اوروجواي بتضم عناصر يمكن افضل شويه من البرتغال، لكن اللي بيعوض البرتغال عن كل العناصر الجيده عند اوروجواي هو دايما كريستيانو رونالدو. لكن هنرجع لاخبار النادي الاهلي، واكيد هنتابع النتيجه اكيد معاكم لحظه بلحظه، النتيجه الخاصه بمنتخب البرتغال واوروجواي. خلصنا قصه القائمه الخاصه بالنادي الاهلي والقيد الاول والقيد الثاني وكل التفاصيل الخاصه بقائمه النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم بقى عن المباراه الوديه الثانيه النهارده الخاصه بالفريق، واللي يمكن اداها الفريق مع امام فريق نادي الشمس. النادي الاهلي امام نادي الشمس النهارده في مباراه وديه اقيمت في ملاعب دريم بمدينه 6 اكتوبر. دي الاهداف يا جماعه، دي اهداف الاهلي والشمس. الهدف الاول احرزه احمد حمودي. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 بالنسبه للنادي الاهلي وفريق الشمس. احمد حمودي احرز الهدف الاول في الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقه 75، وسجل الشمس سيف يوسف في الدقيقه 91 يعني مع نهايه المباراه. اكيد كانت تجربه مفيده وتجربه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداده للموسم الجديد، ودي ثاني تجارب النادي الاهلي بعد التجربه الاولى امام فريق فاركو واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. طبعا خلينا عشان نعرف تفاصيل اكتر ونعرف كل تفاصيل هذه المباراه، وهنروح طبعا بسرعه لمحمد سعد النادي الاهلي واللي حضر هذه المباراه. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. طبعا كلمنا عن مباراه الاهلي النهارده والشمس، انت كنت متواجد، قول لنا كل ما يخص المباراه، اداء النادي الاهلي كان عامل ازاي، فكر الجهاز الفني هل واضح، الشكل اللي ممكن يلعب بيه مستر باتريس كارترون، قول لنا كل التفاصيل الخاصه بالمباراه النهارده يا محمد. طيب بص، هبدا معاك الاول ان الجهاز الفني فكر في المباراه ان كل اللعيبه تشارك في المباراه على شوطين المباراه. بدا الاول بتشكيل في الشوط الاول مختلف تماما عن التشكيل اللي شارك فيه الشوط الثاني. هبدا معاك تشكيل الشوط الاول. تمام. علي لطفي كان في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال. محمد هاني ظهير ايمن، صبري رحيل ظهير ايسر، احمد علاء ومحمد نجيب في خط الدفاع، هشام محمد وعمرو السوليه في وسط الارتكاز، امامهم ثلاثه في خط الوسط الهجوم. وليد سليمان في العمق، بوس زكريا في الجبهه اليمنى، جونيور اجايي في الجبهه اليسرى، وراس حربة متاخر محمد شريف. وكان بيتم خلال الشوط الاول التبادل في المراكز بين اللاعبين الاربعه في الخط الامامي في الهجوم. الشوط الاول كان تعادل سلبي، كانت المباراه فيها نديه وقوه من فريق الشمس، تحاول الاهلي من خلال اداء هجومي ودفاعي من كاتيرون وتعليماته للاعبين ان هو يحرز اهداف، لكن قوه وخشونه فريق الشمس في المباراه وايضا تغيير مراكز اللاعبين خلال المباراه والفكر اللي بيحاول يأديه كاتيرون في توظيف عدد من اللاعبين في بعض الاماكن خلى الشوط ينتهي بالتعادل السلبي. الشوط الثاني علي لطفي استمر في حراسه مرمى الاهلي، هو اللي الحارس الاساسي في المباراه 90 دقيقه، لكن باقي الخط في تشكيل فريق النادي الاهلي كان في الجبهه اليسرى صبري رحيل،
تمام. الجبهه اليمنى اكرم توفيق، اثنين مساكين محمود الجزار ومحمد عبد المنعم، واحد ناشئ الاهلي مواليد 99. اثنين وسط ارتكاز لاعب كريم نزد واسلام محارب، وامامهم كان ناصر ماهر، وعلى الاطراف ميدو جابر واحمد حمودي، وفي الهجوم احمد ياسر ريان. الشوط الثاني كان فيه ضغط هجومي اكتر من فريق النادي الاهلي، احمد ياسر ريان اهدر العديد من الفرص، تحركات احمد حمودي داخل منطقه الجزاء، وبالفعل في الدقيقه 75 احمد حمودي احرز هدف من تمريره من اسلام محارب كره عرضيه، استطاع احمد حمودي ان يحرز الهدف الاول في الدقيقه 75. تمام. في الجزء الاخير من المباراه يمكن ناصر ماهر اشتكى كده من اجهاد، او الكابتن محمد يوسف وباتريس كارتيرون يمكن شعروا بالقلق، ممكن يتعرض لاصابه نتيجه الخشونه والقوه في اللعب من فريق الشمس، ففضل ان هو يخرج ناصر ماهر في ال 10 دقائق الاخيره ونزل مكانه احمد حمدي. في الثواني الاخيره في التغطيه الدفاعيه استطاع الشمس ان هو يحرز هدف التعادل، يعني كره عرضيه ضربه ركنيه، ثم دخل لاعب الشمس براسه استطاع انه يحرزها او يسدد الكره براسه في الزاويه اليسرى لعلي لطفي، وتعادل الفريقان وتنتهي المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. غياب عن المباراه عايز اقول لك عدد من اللاعبين، وليد ازارو غاب بدون اذن، الجهاز الفني وقع عليه غرامه، احمد الشيخ نتيجه الاصابه اجرى اشعه، اشعه رنين مغناطيسي اثبتت غيابه لمده 15 يوم، احمد الشيخ تغيب عن التدريبات لمده 15 يوم نتيجه اصابه في الركبه، نتمنى يا رب باذن الله. حظه سيء قوي احمد الشيخ، يعني فتره مهمه جدا. ومع فتره القيد الافريقي وعندنا مباراه مع شيب، فبالتالي يعني انتظر لسه القيد الافريقي منتظر لغايه 5/8، يعني انت ممكن تعيد لاعب او اثنين قبل المباراه الاولى، لكن لسه عندك مساحه من الوقت لغايه 5/8. مؤمن زكريا شارك بشكل جيد جدا، تالق وليد سليمان وتوظيف اكثر من مكان. تمام. لكن برضه هتكلم عن اللعيبه اللي ما شاركتش النهارده، باقة بتدريبات تاهيليه لسه راجع من فتره اجازه، وكان محتاج يعني فتره تاهيل اكثر، فبالتالي الجهاز فضل انه ما يخش في المباريات او المباريات الوديه الحاليه. تمام. فبالتالي باقة مع باسم علي مع رامي ربيعه ايضا، بخلاف اصابه احمد الشيخ وغياب وليد ازارو، وايضا حسام عاشور الاصابه اللي تلقاها او اللي تعرض لها في الجزء الاخير من مباراه فاركو ابعدته عن التدريبات خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، فبالتالي ما كانش في جاهزيه انه يشارك في مباراه النهارده. لسه الجهاز الفني هيشوف حاله عاشور لما الفريق يسافر في المعسكر الاوروبي باذن الله يوم الاثنين، لان بكره الفريق اجازه ويوم الاثنين السفر مساء، فبالتالي يوم الثلاث هيتضح موقف عاشور في المشاركه في التدريبات، لان هي اصابه الكحل رخمه شويه، فمحتاج يوم او اثنين كمان عشان يشوفوا حالته ويبدا يشارك في التدريبات الجماعيه، مع خلاص الايام بتجري بسرعه ومباراه مهمه مع تاون شيب كمان حوالي اسبوعين ان شاء الله في برج العرب. ان شاء الله. طب محمد، عايز اسال بالتحديد عن احمد علاء وافد النادي الاهلي الجديد القادم من الداخليه، وهو طبعا مدافع مميز جدا، وده خط مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويمكن زي ما احنا عارفين الموسم اللي فات النادي الاهلي كان بيعاني شويه في المركز ده، لدرجه ان كابتن حسام بدري في هذا التوقيت كان بيشارك او بيشرك ايمن اشرف كمساك. رايك شفت ازاي النهارده اداء احمد علاء في المباراه؟ بص احمد علاء، الميزه اللي الجهاز الفني دفع بيه في الشوط الاول بجوار عدد من اللاعبين الاساسيين بخبرات محمد نجيب، اداء فريق الشمس مش هيقدر يحكم لك بشكل قوي على الامكانيات الدفاعيه او الامكانيات الهجوميه لاي لاعب، لان الجهاز الفني له رؤيه معينه ان المباريات دي بتجري فيها اللعيبه وبتحاول تعلى في الناحيه البدنيه. لكن ثباته في خط الدفاع وانه بيستلم الكوره بشكل جيد وبيطلع بالكوره من غير ما يشتتها بتدي مؤشرات جيده بالتاكيد، وهو طبعا اختيار النادي الاهلي في عارف امكانيات اللاعب. طبعا. لكن هذه المباريات وانت لسه في بدايه فتره الاعداد مش هتقدر تحكم على مستوى لاعب هل ظهر بشكل طيب او لم يتالق بشكل لافت للنظر، فهذه المساله لسه هتتضح اكثر في الفتره القادمه، وهي هتبان اكثر نتيجه ان الجهاز الفني عندما يرى قدره احمد علاء على التواجد في المباريات الافريقيه سيدفع به وسيقيده قبل المباراه الاولى بعد المعسكر الاوروبي، لان انت لسه عندك اربع اماكن في خط الدفاع، انت ما عندكش غير محمد نجيب وسعد سمير وايمن اشرف اللي بيلعب في هذا المركز مركز المساك، رامي ربيعه بعد عزم سيده في القائمه الاولى المبدئيه والانتظار عليه خلال الفتره القادمه، فبالتالي من هذه المساله لسه هنشوفها خلال المرحله القادمه. لكن بشكل عام ما يسر احمد علاء يسر على اي لاعب، يعني حتى النهارده وليد سليمان بيلعب في مركز اخر غير مركزه وبيلعب لعيب طرف، النهارده كان بيلعب في العمق، مش هتقدر تحكم على المستوى، لان هو اكيد الجهاز الفني بيجرب كذا لاعب في اتجاه اخر داخل الملعب، سواء في الدفع محمد شريف في راس الحربه او الدفع باجاييه في الناحيه اليسرى او دخول وليد في منتصف الملعب، او حتى في الشوط الثاني لما شفنا تحركات لاسلام محارب وناصر ماهر في وسط الملعب. تمام. بكره الفريق اجازه ان شاء الله، ويوم الاثنين السفر مساء، التزام بقى للمعسكر الخارجي، عنده مباراتين مهمين جدا طبعا، مباراتين وديتين يوم 5 ويوم 9، واللعيبه الدوليين هتسافر باذن الله
يوم 5/7 تواجد في المعسكر في الاربع ايام الاخيره قبل العوده للقاهره باذن الله، والانتظام في المعسكر مغلق بقى لبرج العرب ومباراه تاونشيب كده ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل النادي الاهلي كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه. محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي وزميلنا في قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا عن كل هذه التوضيحات الخاصه بمباراه الوديه النهارده امام فريق الشمس، وهي ثاني مباراه النادي الاهلي الوديه في اطار استعداداته للموسم الجديد. ده كان فيما يخص مباراه الشمس النهارده. طبعا زي ما احنا عرفنا وليد ازارو خلاص النهارده ما كانش متواجد في المباراه، غاب اصلا ما راحش الملعب، ويعني حتى ما خدش اذن من الجهاز الفني، وده اللي صرح بيه كابتن محمد يوسف، وهيتم تطبيق اللائحه على وليد ازارو بسبب هذا الغياب المفاجئ بالنسبه لوليد ازارو. لعل ان شاء الله المنع خير يا وليد، وتنضم للنادي الاهلي خلال الفتره المقبله، او تنضم للاستعدادات وتكمل استعداداتك مع النادي الاهلي، خصوصا ان وليد ازارو زي ما احنا عارفين لاعب مهم ومميز جدا، وهداف الدوري الموسم الماضي، احرز 18 هدف في اول موسم ليه مع النادي الاهلي قادما من احدى الفرق في او الدفاع الحسني الجديدي بالتحديد في المغرب. يعني اكيد لاعب مهم، ان شاء الله نتمنى له كل السلامه والعوده للنادي الاهلي سريعا للانضمام في التدريبات. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول بالنادي الاهلي. اتكلمنا عن المعسكر، عن المؤتمر، عن المباراه كمان بتاعت النهارده، لكن خلينا نروح بقى لجزئيه اخرى وخاصه بالنادي الاهلي ايضا، لكن في قطاع الناشئين. والنهارده يمكن كان في اقبال كبير جدا في اليوم الاول للاختبارات بالنسبه للناشئين في مقر النادي الاهلي في مدينه النصر وملاعب اكاديميه النادي الاهلي. والنهارده كان اختبارات للمراحل العمريه سواء 2006 2007 2008 وايضا 2009، وكان في اقبال كبير جدا جدا من الشباب والناشئين اللي بيملوا ان هم ينضموا للنادي الاهلي. ويعني الاختبارات دي على فكره بتطلع لاعبين جيدين جدا ممكن يفيدوا مش بس النادي الاهلي، اي نادي بيبقى فيه اختبارات دايما في هذا التوقيت، فبالتالي بيبقى شيء مهم ومميز، وخصوصا النادي الاهلي بيركزوا شويه في الاختبارات دي، بيحاولوا ان هم يكتشفوا المواهب اللي ممكن تفيد الفريق خلال المراحل المختلفه سواء في قطاع الناشئين حتى الوصول للفريق الاول. فبالتالي النهارده كان في اقبال كبير جدا من الناشئين اللي عايزين يختبروا في النادي الاهلي، ويمكن كان عدد كبير اعتقد بالالاف يمكن النهارده تواجد في الاختبارات. ويمكن تم تقسيم منظومه العمل الى مجموعتين تضم 6 لجان لمتابعه الاختبارات بدقه شديده واهتمام كبير، وده اللي مركز عليه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طبعا سعيا نحو اكتشاف العديد من المواهب اللي ممكن تفيد النادي الاهلي زي ما قلنا، وده اكيد شيء مهم ومميز جدا بالنسبه للنادي الاهلي. خبر اخر ويخص الكابتن هاني رمزي المساعد الفني لمدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، واللي يمكن قال الكفاءه والموهبه معيار اختبارات الناشئين خلال الفتره دي في النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي بيبص على بعض المعايير المهمه جدا اللي من خلالها بيستفيد منها في خلال المراحل السنيه المختلفه، يعني دايما ممكن النادي الاهلي يبص على الناحيه المهاريه شويه، يبص على الناحيه البدنيه والقوه البدنيه والجسمانيه بالنسبه للاعبين على حسب الاحتياجات وعلى حسب الاستراتيجيه الخاصه بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني ممكن يكون في لعيب مهاري جدا لكن مقوماته الجسمانيه ما تساعدش النادي الاهلي او مش هتفيد النادي الاهلي، والعكس كذلك ممكن واحد يكون مهاريا مش قوي لكن مقاوماته الجسميه واكيد عنده اكيد يعني فكره عن الكره ممكن يفيد النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. فبالتالي كابتن هاني رمزي يمكن المساعد الفني مدير قطاع الناشئين اتكلم عن هذه الجزئيه وقال ان مفيش كمان واسطه في الاختبارات، ما الكره ما فيهاش واسطه، كله بيفرد نفسه بموهبته بقدراته الكرويه، فبالتالي اكيد شيء مهم جدا النادي الاهلي بيبص دايما على الموهبه وعن القوه اللي ممكن تفيده خلال المراحل العمريه المختلفه. عشان نقرب من الحدث اكتر ونعرف كل التفاصيل الخاصه بالاختبارات نروح سريعا لزميلنا فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي. يا فاروق مساء الفل عليك. مساء الفل، مساء الخير عليك زميلي امير وعلى كل جمهور ومشاهدي ومتابعي شاشه نادي الاهلي. اتكلمنا فاروق عن الاختبارات النهارده، وخصوصا النهارده كان اول يوم بالنسبه للاختبارات في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، قول لي الاقبال كان عامل ازاي، قول لي عدد المواهب اللي ممكن تكون شفتها النهارده او اللي تم اختيارها من قبل المسؤولين والمدربين في النادي الاهلي. خلينا ابدا معاك زميلي امير من البدايه. النهارده زي ما حضرتك عارف اليوم الاول لاختبارات قطاع الناشئين في النادي الاهلي المرحله الاولى مواليد 2009 و2008 و2007 و2006. بدأ اليوم طبقة بداية الاختبارات الساعة 8:30 صباحا،
حضور لكل منظومه قطاع الناشئين بالكامل، بدايه من الكابتن فتحي مبروك قطاع الناشئين، الكابتن هاني رمزي نائب قطاع الناشئين والمدير الفني، وجميع الاجهزه الفنيه كامله والاجهزه الاداريه والاجهزه الطبيه. عايز اقول لحضرتك ان الاقبال كثيف وبسرعه كبيره، يعني اتفاجئت ان في ناس جايه من محافظه اسوان، ناس جايه من محافظه كفر الشيخ، اسكندريه، الشرقيه، المنصوره، اسيوط، سوهاج، من البحيره، كل المحافظات، يعني نقدر نقول كتير. حلم اي لاعب واي ناشئ ان هو في يوم من الايام يبقى لاعب ضمن صفوف النادي الاهلي. النهارده يعني نسبه الشطور او نسبه اللي حصل على استمارة اختبارات قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يعني نسبه تجاوزت ال 10,000. تمام، 10,000. نسبه تجاوزت بالظبط ال 10,000. بالنسبه للاجهزه الفنيه، عايز اقول لحضرتك كل ملعب بتقسم عليه لجنه مقسمه من 4 افراد، اداري واثنين مدربين، اثنين مدربين قاعدين على بره على اللجنه، وواحد او اثنين موجودين كمان في الملعب. يعني اللجنه بتتكلم في لجنه مقسمه من حوالي 5 او 6 افراد، كل في الملعب قاعدين بيتابعوا. نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها، ان نقطه المعايير الموضوع من قبل بالظبط، دي اكيد جزئيه مهمه جدا، يعني اكيد في معايير يا فاروق قلنا عليها من خلالها النادي الاهلي بيختار المواهب اللي ممكن تكون موجوده في الاختبارات. خليني في البدايه زميلي عبير نتفق في امر مهم جدا، ان تيشرت النادي الاهلي وقميص النادي الاهلي تقيل، مش اي حد يقدر أكيد يشيله. اكيد ونوعيه لعيب النادي الاهلي بتختلف عن اي لاعب تاني، دايما انت بتدور على اللعيب اللي عنده شخصيه النادي الاهلي، دايما بتدور على اللاعبين، بتبص كده بتشوف مين النجوم ومين الاساطير اللي كانت في تاريخ النادي الاهلي، وتحاول تدور على ابو تريكه، تدور على خطيب، تدور على وائل جمعه، على النحاس، على عماد متعب، على بره. طبعا ففي معايير صعب شويه يا فاروق قبل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. النهارده مع الكابتن فتحي مبروك والكابتن هاني رمزي قال لك في عندنا معايير، معيار القوه، معيار السرعه، معيار المهاره، يعني اللعيب لو عنده حاجه من الثلاثه دول احنا بنفتح له باب النادي الاهلي، يا ريت يكون عنده الاثنين، يا ريت يكون عنده ثلاثه. فهي دي اهم المعايير اللي تم وضعها من قبل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا، ان في بعض اللاعبين من اول اختبار تم الاستقرار عليها. الموهبه فرضت نفسها اكيد. طبعا الموهبه بتفرض نفسها طبعا. يعني مفيش عددهم كام يعني يا فاروق مثلا؟ عددهم كام؟ عدد اللي تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي. يعني انا هقول لحضرتك بالنسبه لمواليد 2009، في اكثر من 4 أو 5 لاعبين من اول اختبار، من اول ظهور. لا في اجماع بالكامل، يعني اذا بيتكلم في معيار القوه، لا في لعيبه عندها القوه والسرعه والمهاره، في لعيبه عندها السرعه والمهاره، في لعيبه عندها القوه والمهاره، في لعيبه عندها القوه والسرعه، ففي والموهبه شايفينها في المرحله السنيه 2009 2008 فارضين نفسهم. يعني في بعض من اللي بقول لحضرتك عليهم مواليد 2009 اول مره يدخل اختبار، تمام. منهم اللي كان بيلعب في اكاديميه، منهم اللي ما كانش بيلعب خالص في اي مكان. في بعض اللاعبين طبعا هيتشافوا في المرحله الثانيه اللي تم اختيارهم، يتحدد لهم عادي مع 10/7 في مرحله التصفيه الثانيه. النهارده ايضا يعني الاختبارات انتهت الساعه 2:30 ظهرا. تم تحديد موعد، ان نظرا لاقبال وكثافه الاعداد الموجوده، القطاع الناشئين والمسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي قرروا ان هم يمدوا او يبداوا بدري، يعني ان شاء الله هتبقى من الساعه 7 صباحا غدا. هيبقى بدايه الاختبارات وبيع الاستمارات، هتستمر لمرحله المرحله الاولى الاحد والاثنين. ثم المرحله الثانيه المواليد 2003 و2005 و2004 و2003 و2002 تبقى يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس. طيب دي المراحل الخاصه بالاعمار السنيه، لكن المراحل الخاصه بالاختبارات نفسها يا فاروق، يعني عشان لاعب مثلا يكون بيطمح ان هو ينضم للنادي الاهلي او لقطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيمر بكام اختبار برضه عشان نوضح للناس اللي بتسمعنا دلوقتي؟ لا هو في، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني هو مثلا بيتم تحديد تصفيه اولى وتصفيه ثانيه، تمام، تصفيه ثالثه، تحاول تنتقي من افضل العناصر، وبعد كده بتعمل دمج لمجموعه اللاعبين اللي عندك في الفرقه اللي هي القوام الاساسي للفريق. تمام. يعني اخترنا عدد مثلا من مواليد 2009 بتبدا تدمجه عندك في العناصر الاساسيه اللي عندك في الفرقه. فبتبدا تشوف، يعني شيء طبيعي انت لازم اللعيب اللي يجي لك يكون على اعلى من المستوى اللي عندك او قريب شويه من المستوى اللعيب اللي عندك. بالظبط. فبيحصل لهم عمليه دمج مع القوام الاساسي بتاع الفرق، وبتبدا من خلال ذلك الرؤيه بتتضح لك اكثر. النقطه الثانيه المهمه، يعني عايزين برضو نوضحها لبعض اولياء الامور،
النهارده الكابتن فتحي مبروك من البدايه يعني خلى كل لاعب بينزل بالكوره يعمل المهاره بتاعته بالكوره بحيث انه يخلي اللاعب يفك من ضغط ده شيء مهم الخوف شيء مهم جدا في البدايه حتى يعني مده التقسيمه او فتره التقسيمه لكل مجموعه بتبقى اكتر من حوالي ثلث ساعه او 25 دقيقه بتدي فرصه اكتر ان اللعيبه تبان وتشوف عدد من اللاعبين وكل لاعب ياخد النقطه المهمه ان في بعض اولياء الامور يقول انا لا الاختبارات بالواسطه هنا اتكلمنا في النقطه دي الواسطه عمرها ما هتفرض نفسها على لاعب ينضم للنادي الاهلي دايما الموهبه هي الاساس والمقومات الخاصه باللاعبين اللي ممكن ينضموا لفريق بحجم النادي الاهلي او لقطاع الناشئين في النادي الاهلي هي دايما اللي بتفرض نفسها وليس الواسطه طبعا يا فاروق الو سامعني يا فاروق سامعك يا بيه تمام اتفضل الو طيب زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا يمكن قال لنا كل التفاصيل الخاصه باختبارات النهارده واول يوم الاختبارات في النادي الاهلي وبالتحديد في مقر النادي الاهلي في مدينه النصر واكيد كان شيء مهم جدا نتابع هذه الاختبارات واخر التطورات فيها وان شاء الله نتمنى ان يكون في عناصر كتير جدا وخصوصا ان في الاف زي ما احنا سمعنا بيروحوا الاختبارات الخاصه بالنادي الاهلي فان شاء الله اكيد النادي الاهلي هيقدر يكتشف من خلال الالاف دي عدد من اللاعبين المميزين ان شاء الله يكونوا اضافه لقطاع الناشئين في النادي الاهلي هنروح لفاصل ونرجع نواصل كلامنا واخبارنا العديده وبالتحديد اخبار المنتخب الاول المصري خلال الفتره القادمه والمدرب اللي ممكن يكون مرشح لانه يكون المدير الفني لمنتخب مصر خلال الفتره المقبله بعد فاصل. لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان واخبارنا النهارده على الساحه المحليه والعالميه وبالتحديد هنتكلم عن منتخب مصر واللي بيسعى خلال الفتره دي ان هو يشوف مدير فني اجنبي يليق باسم منتخب كبير زي منتخب مصر ويكون اضافه بالنسبه للمنتخب خلال الفترات والتحديات المختلفه للمنتخب الوطني خلال الفترة الجاية سواء بطولة الأمم الأفريقية 2019 أيضا هدف آخر والتصفيات الخاصة بكأس العالم 22 مش عايزين بس نكتفي إن احنا وصلنا كأس العالم مرة ونستنى بقى 28 سنة تانيين لا لازم يبقى في هدف أساسي نظام يحطه كمان اتحاد الكرة خلال الفترة دي عشان نبني عليه إن شاء الله ومن خلاله نقدر نوصل لكأس العالم مرة أخرى ونحاول دايما ان احنا نكون متواجدين في حدث كبير وحدث عالمي زي الحدث ده حتى لو في احباطات بسبب المشاركة الاخيرة في روسيا 2018 البطولة اللي بتقام حاليا في روسيا يمكن الاداء ما كانش جيد الامور ما كانتش جيدة سواء الناحية التنظيمية او الناحية الفنية الخاصة بمنتخب مصر لكن ده ما يحبطش اتحاد الكرة لكن دايما ان شاء الله اتحاد الكرة يحاول يبص لقدام ويحاول يعد بشكل جيد جدا للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة بشكل عام فبالتالي في خبر عندي يخص المدير الفني لمنتخب مصر وان مستر فنجادة مرشح لتدريب المنتخب الوطني خلفا لمستر هيكتور كوبر ده انا بالنسبة لي خبر غريب شوية مستر فنجادة بقاله كتير بعيد عن الساحة التدريبية اعتقد يعني انا فاكر اخر حاجة ان هو مرن نادي الزمالك حقق معهم انجازات بشكل كويس جدا اعتقد في 2001 تقريبا او حاجة كده او 2004 لا 2004 بالتحديد بالنسبة لمستر فنجادة بعديها راح بعد الفرق الخليجية بعديها كان جاي على النادي الاهلي واعتذر بعد ما مضى العقود فبالتالي الامور بالنسبة لمستر فنجادة بالنسبة لي انا مفاجأة مرن عندنا المنتخب الاولمبي كمان ما حققش انجازات خالص وما نجحش خالص مع المنتخب الاولمبي فاعتقد ده ترشيح غريب جدا بالنسبة اتحاد الكرة نتمنى ان هم يركزوا يعني لازم يركزوا في اختيار المدير الفني خلال الفترة المقبلة عشان نستفيد اكتر ونعرف الرؤية الخاصة بالمنتخب الوطني ونقرب من احد اللاعبين المميزين طبعا كابتن شريف عبد المنعم معانا على الهاتف دلوقتي يا كابتن شريف مساء الفل عليك مساء الفل يا امير ازيك حبيبي ازي حضرتك عامل ايه اخبارك ايه كله تمام كله تمام كابتن شريف طبعا عايز استغل طبعا تواجد حضرتك معانا وعايز اخد رايك في المدير الفني القادم لمنتخب مصر وسمعنا العديد من الاسامي المرشحه لتدريب منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه شايف من وجهه نظرك ايه الافضل للمنتخب خلال الفتره القادمه هل مدير فني من البدايه كده مدير فني وطني ام اجنبي من وجهه نظرك؟
والله طبعا انا بفضل مدير فني اجنبي وعدم التدخل فيه من اي حد بيبقى مصري مساعد لي او اي حاجه. انا عايز الطقم كله يبقى اجنبي، يعني الطقم كله مصري. يعني ما بقاش اللي هو الميكس ده اللي احنا بنشوفه ده، عشان لا تقدر تقول ان في زي اسامه نبيه كده من نادي الزمالك بيفضل لعيبه الزمالك ان هم يبقوا مشاركين وكوره الضوء، ولا تقول ان هو مدير فني الاهلي بيبص للعيبه الاهلي او بيفضل لعيبه الاهلي وعنده الافضليه، يقول لك اصل الاهلي بطل الدوري والاهلي احسن لعيبه عنده، وده ما حصلش حتى في الاختيارات اللي حصلت في كاس العالم. بالظبط. وحكايه غريبه جدا اللي احنا شفناهم لعيبه ما كانتش على المستوى. ففي الحته اللي انت بتتكلم فيها بقى وجود مدرب او عدم وجود مدرب، انت بس عشان قربت بالنسبه للاشتراكات الافريقيه بالنسبه لبطوله افريقيا وحاجات كده. تمام. وانت مغلوب اول ماتش من تونس، فيعني عندك ماتشين هم اللي تقدر تحقق فيهم الاول والثاني، يعني اللي هو بياخدوا احسن توالد حاجه زي كده على ما اعتقد يعني في الشكوك يعني. فانت دلوقتي مزنوق، بتتكلم عن بنجاده، بتتكلم عن اي حد، انت طول عمرك يا امير داخل في المستوى الثالث المدربين، يعني بتدور على مدرب اللي هو البيمنت بتاعته الاسعار بتاعته ضعيفه اولا. لازم نغير الهدف خلال الفتره الجايه يا كابتن شريف. اعتقد ما نبصش للمستوى الثالث، لازم نبص للمستوى الاول لو احنا عايزين نقدم عروض كويسه خلال البطولات اللي نشارك فيها. اكيد. انا والله يا امير اتمنى المستوى الثاني والمستوى الاول واللعيبه كمان تبقى مستوى اول. طبعا اكيد اكيد. هو ما فيش مدرب ساحر هيجي على لعيبه زي ما عندناش لعيبه يا امير بيرقص واحد وبيعدي من الخطوط وبينقل الكره الناحيه الثانيه، وكان عندك اللعيبه ذو الشخصيه وذو العلامات اللي هي تقدر تعمل لك مساحات في الملعب وتقدر تنقل الكوره، ما لقيناش في الاختيارات ولا لقيناها موجوده. وبص هقول لك على حاجه، البهجه والفرحه ان احنا كنا في كاس العالم الحقيقه، واديك شفت الكبار بيخرجوا، ميسي بيخرج ورونالدو هو مرشح يخرج دلوقتي. والمانيا صاحبه البطوله صاحبه الترشيح الاول خرجت. في حاجات مش بالحسابات. طب كابتن شريف، المدرسه اللي تفضلها، المدرسه الاجنبيه اللي تفضلها ان هي تقود المنتخب الوطني خلال الفتره الجايه، ممكن تكون مدرسه ايه؟ هل المدرسه الفرنسيه مثلا؟ واحنا شايفينهم بيتالقوا بصراحه المدربين الفرنسيين، ورينارد بالتحديد كمان مع منتخب المغربي عامل شغل عالي قوي. انا بحبه جدا الراجل ده، يعني عمري كنت عايزه يجي للنادي الاهلي، وهو المدرب يعني. انما انا عايز اقول لك على حاجه، انا دائما وابدا المدرسه الالمانيه صاحبه فعلا امكانيات عاليه جدا في لغه التدريب ولغه البطولات. دول عمرهم يعني بنخش على المدارس اللي هي اقوى مدارس بتحقق بطولات، عمرها ما بتخرج بره بؤره الضوء من البطولات واحراز البطولات. فعلى الاقل انت بتخش بقى عايز تبقى موجود في التصفيات، ولما بتعدي التصفيات خلاص انت بتبقى جوه البطوله. زي المره اللي فاتت وصلت نهائي. السنه اللي عايز اقول لك عليه، احنا بقينا فارق كبير قوي بيننا وبين افريقيا وبيننا وبين نيجيريا والكاميرون والسنغال اديك شفته، وشمال افريقيا كمان بقى منظم عنك واللعيبه بتاعته حاسين كده ان هم قريبين قوي من الغرب اكتر مننا من حيث اللغه ومن حيث كل شيء يعني، والاعدادات طبعا. حيلا عندك كام لعيب متنطورين في العالم كله باستثناء محمد صلاح وتريزيجيه دلوقتي هم اللي عاملين الشكل. اكيد. انما لازم يحصل تطوير للعبه نفسها ووجهه نظر ثاني خالص. سيب الناس يشتغل، مش نسيب الناس جايين نحاسبها ونتكلم في الفلوس والكلام من ده. اعتقد ان اي واحد يخاف، كل الناس معاها فلوس دلوقتي يا امير، مش جايين ورا الحته دي عشان يعيشوا منها يعني، فاهمني؟ اكيد. لما في الشهره والانجازات وال زي ما بيقولوا الوضع الاجتماعي نفسه والوضع الرياضي، انك انت تبقى مسؤول عن لعبه زي دي حاجه كبيره جدا يعني. بالظبط. وبتحقق ان انت بتخش كاس افريقيا وبتوصل للفاينل، وبتحقق انك انت تخش كاس عالم، فخلاص كوبر ده بره الحسابات. اكيد. انت كنت مش هتطلع باي نتيجه من كاس العالم حتى لو طلعت دور ال 16، الا بس مباراه السعوديه اللي هي علامه استفهام بالنسبه لنا طبعا كبيره. اكيد يعني، اكيد. مش دي الفرقه اللي تكسبك، ولا ده الشكل اللي تقدر تلعب بيه، انت ما بتخشش على لعيبه راجل هناك عليهم وتسيبهم يعملوا اي حاجه، فكان وضع مبهم كده. اكيد نتمنى. اتفضل. اخر حاجه عايز اقولها ان محمد صلاح احنا بندعمه، وصلاح لسه صغير وخبره كمان جايه له، وهيبقى عنده شكل وكالتشر اقوى من كده واجريسيف عن كده، عشان هيواجه بعد كده فرق ثانيه. ودينا شفنا ميسي النهارده واقف بالظبط، ما كانش ليه بيقسم على العيال في اسبانيا. هو ورونالدو بقى له 8 9 سنين عمل كل السمعه دي، فمحمد صلاح كل ما هيتحط في بؤره لعيبه جنبه جامدين قوي
بتشوفه في واجهه كبيره جدا. كابتن شريف عبد المنعم طبعا احد نجوم النادي الاهلي سابقين ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. يمكن نتكلم بشكل مستفيض عن الترشيحات الخاصه بالمدير الفني الخاص بمنتخب مصر خلال الفتره القادمه، واكيد نتمنى كل التوفيق لاتحاد الكره ان هو يختار الانسب لقياده الفراعنه خلال الفتره المقبله. خلينا بقى نقول بعض الاخبار العالميه سريعا عشان الوقت بيداهمنا. يمكن اهم خبر بالنسبه لنا في الناحيه العالميه هو خبر تريزيجيه ان هو خلاص بيقترب من انضمام لفريق انتر ميلان الايطالي. طبعا تريزيجيه احنا عارفين ان هو بيلعب مع فريق قاسم باشا ومؤدي موسم اكثر من رائع، قدر ان هو يحرز 16 هدف وصنع 8 اهداف خلال 33 مباراه. ده شيء مميز جدا مميز جدا بالنسبه لتريزيجيه، اللي ناقص له بس حاجه بسيطه جدا، اللمسه الاخيره، هيبقى زي صلاح. يعني هو ما شاء الله لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، خلاص قرب ان هو ينضم لفريق انتر ميلان الايطالي، ومن خلاله هيطلع اعاره لفريق بارما سنه اعاره، وبعد كده يرجع ان شاء الله لانتر ميلان ويتالق ويكون اضافه ان شاء الله لمنتخب مصر كالعاده مع محمد صلاح. نروح لكاس العالم سريعا ايضا. النهارده كان في مباراتين، المباراه الاولى كانت ما بين فرنسا